السلام عليكم، كيف حالكم أحبائي الطلبة؟ اليوم في مادة العلوم درس جديد بعنوان تصنيف المواد. الآن مواد طبيعية مواد صناعية. ما المادة الطبيعية؟ المادة الطبيعية مادة نحصل عليها من النباتات والحيوانات والصخور والتربة كما خلق الله تعالى في الطبيعة. المواد الطبيعية أول ربنا خلقها، إحنا ما إلنا أي علاقة فيها، يعني الله سبحانه وتعالى أوجدها، يعني الإنسان ما تدخل في خلقها. الله سبحانه وتعالى أوجد هذه المواد الطبيعية، يعني ربنا خلقها. الآن ما هي المواد الطبيعية اللي ربنا خلقها أول؟ انظر هنا إلى الصور. الآن الحيوانات ربنا خلقها كما تعلمون هنا. الخروف ماذا نستفيد منه أول؟ نستفيد من الخروف اللحوم، أيضا الصوف في صنع الملابس. أيضا هنا أول الحصان نستفيد أول إحنا من جلد الحصان في صنع الحقائب. أحسنتم يا أول، في صنع الملابس أيضا. واضح؟ هاي الحيوانات ربنا خلقها وهو أدبر بها، يعني الله سبحانه وتعالى خلقها. هاي اسمها أول مادة طبيعية. واضح؟ الطيور، الحيوانات، الأسماك، هاي الله سبحانه وتعالى خلقها. وهنا الريش أول، إيش نستفيد منه أول؟ الريش. أحسنتم، في صنع الملابس، في صنع السجاد، في صنع المكاتي أول، في صنع الملابس القطنية، في صنع الملابس الصوفية. واضح يا أول؟ طبعا الحيوانات تختلف، إما زاحفة، إما طائرة، إما عم تقفز. واضح؟ إما مشي، حركتها بتختلف. طبعا المقصود بانه حركتها تختلف. اذا مادة طبيعية بمعنى الله سبحانه وتعالى هو اللي خلق الانسان، ما تدخل فيها نهائيا، يعني مخلوقة على سطح الارض. ايضا الاول الحجارة موجودة يا اول على سطح الارض، الانسان ما تدخل فيها يا اول. هاي من المادة الطبيعية الله سبحانه وتعالى اللي خلقها. الصخور، الحجارة، التربة، الحيوانات، النباتات، الله سبحانه وتعالى اللي أوجدها على الأرض. الخشب يا أول، الأشجار، الله سبحانه وتعالى هو اللي خلق هاي النعمة. إحنا مفروض علينا نحسن استخدام هاي المواد الطبيعية، إما في صنع البيوت، إما في صنع المنازل، في بناء الشركات، بناء المدارس، ممكن الحجارة يا أول بناء المساجد. واضح يا أول؟ إذا هاي المواد الطبيعية الله سبحانه وتعالى اللي خلق الإنسان، ما تدخل فيها. واضح؟ بينما المواد الصناعية مادة يصنعها الإنسان من المواد الطبيعية. الله سبحانه وتعالى خلق المواد الطبيعية، إحنا نستغل هاي المواد الطبيعية نستخدمها للمواد الصناعية. مثلا الأخشاب أول نصنع منها، والورق الخشب، النباتات نصنع منه الورق. هلا الكتاب هذا أول مصنوع من الورق، الورق هذا كيف حصلنا عليه؟ من الخشب. أيضا يا أول الزجاج، هنا الزجاج، الأكواب اللي إحنا عم نشرب فيها مصنوعة من الرمل. من خلق الرمل؟ أحسنتم، الله سبحانه وتعالى. إذا المواد الطبيعية من خلق الله سبحانه وتعالى، المواد الصناعية الإنسان اللي بيصنعها، الإنسان اللي بيصنعها. واضح؟ الآن المواد التي إلى طبيعية أو صناعية بنصنف أول الخشب مادة طبيعية لو صنفتها، بينما الوعاء البلاستيكي مادة صناعية الإنسان صنعها. المغلف أيضا أول الإنسان صنعه، الإنسان صنعه. واضح يا أول؟ هون أول خلية النحل، هاي طبيعية الله سبحانه وتعالى خلقها. واضح؟ الآن نوصل المواد الطبيعية ومواد الصناعية. المواد الطبيعية هنا الحجارة أول مواد طبيعية، بينما الحذاء مواد صناعية الإنسان صنعه. إذا المادة الطبيعية التي تصنع منها الوسائد، ما هي ما هي المادة الطبيعية؟ هي القطن يا أول. واضح؟ القطن. هيك أول نكون تمكننا من معرفة المواد الطبيعية والمواد الصناعية. المادة الطبيعية خلق الله سبحانه وتعالى، المادة الصناعية اللي هي إنسان صنعها. واضح؟ من المواد الطبيعية طبعا. يعطيكم العافية.